إذن مشاهدينا الكرام، قناة شوفير مرحبا بكم في هذه الفتاة المباشرة في مدينة الدار البيضاء. يعني كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، حملة هنايا للتحرير، يعني توقيت ديال المحلات في هذه المنطقة هذه. يعني كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، اعتماد هذاك الرئيس يخدمو باعتماد، واخا ماشي من حقي نوريه لك. لا ما شادليكمش اخو، ما شادكمش. يعني كيف ما كتلاحظو معنا مشاهدينا الكرام، هنايا السلطات المحلية من أجل تحرير المحلات هنايا في هذه المنطقة هذه. مرحبا. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا المحلات اللي محترمين التوقيت ديال الاغلاق ديالهم، هنايا السلطات المحليه في المنطقه ديال الحي الحسني مدينه الدار البيضاء في حمله يعني من اجل تحرير هذا التوقيت هذا. السلام. يالله بطبيعة الحال التوقيت ديال الإغلاق هنايا السلطات المحلية في المنطقة ديال الحي الحسني شن حملة على المحلات اللي محترمين التوقيت ديال الإغلاق ديال يعني كيتم إغلاق لكل شخص يعني ما محترمش التوقيت ديالو. فمشكورين السلطات المحلية هنايا في هذه المنطقة هذه. لا كتخايف ليا، شفتي؟ يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشكورين السلطات المحلية ورجال القوات المساعدة. هنايا
يعني أحييهم على هذا العمل الجبار اللي يقوموا به صراحة. يعني عندهم في توقيت الإغلاق على الساعة 12 ديال الليل، يعني كيف ما كتشوفوا معنا هنا بعض المحلات ما محتارمينش هذا التوقيت هذا. يعني في هذه لحظات إغلاق أصحاب المحلات هنا في المنطقة ديال حي الحسن. لكل شخص أنه يعني ما محترمش التوقيت، فالرجال السلطات المحلية لهم بالمثال. كيف ما كتلاحظوا معنا مشكلة، الله يحفظك الله يسهل عليك خويا. ها هو مولاي فيك وحنا معيطين لنا جايين لخدامي. صور لي يا ابو احمد. مرحبا الله يسهل عليكم الدراري. خذ راحتك مرحبا. كيف ما كتبوا معنا مشاهدينا الكرام،